نرحب مباشرة بضيوفنا في الاستديو الشيخ محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة إجادة بوزارة العمل. أهلا وسهلا بك الشيخ محمد. أهلا بك عبد الله السيد. شكرا على استضافتك. حياك الله. سعيدين بوجودكم معنا في الاستديو. الأخ طلال بن عبد الله البلوشي رئيس فريق التدريب وإدارة التغيير بمنظومة إجادة بوزارة العمل. أهلا وسهلا بك الأستاذ. حياك الله أخي عبد الله. يا مرحبا وسهلا فيك. حياك الله. الشيخ محمد، المشروع قطع مشوار، يعني وصلنا الحمد لله إلى مراحل يعني متقدمة. أريد أتحدث بداية عن مشروع إجادة. لماذا نحتاج إجادة وأين وصل هذا المشروع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مرة ثانية نشكرك أخي عبد الله، ونتمنى أن المستمعين يستفيدوا من هذا اللقاء بقدر المستطاع. نحن حقيقة ما أعرف إذا يعني الكلام اللي بنطرحه اليوم بيكون كلام جديد، لأنه نحن هذا يمكن لقاءنا 50 في منصات الإعلام والتواصل وفي لقاءاتنا مع كافة الوحدات الحكومية، لكن مثل ما يقولوا يعني التكرار يعلم الشطار، والتذكير بمسببات ولا إيش المحفزات الرئيسية اللي يعني طلبت يعني تطبيق مثل هذه المنظومة في القطاع الحكومي، هي وجود توجهات جديدة في القطاع الحكومي، وجود رؤية جديدة اللي هي رؤية عمان 2040. ونحن نعرف أن هذه الرؤية تتسم بالتحدي، قائمة على مؤشرات أداء، ونعرف كذلك أن الرأس مال البشري في القطاع الحكومي رأس مال ضخم، وفيه الكثير من الطاقات والقدرات، ومن المهم كثير أن نوائم ما بين الرؤية، رؤية عمان 2040، والخطط السنوية في الوحدات، ونوائمها مع الخطط الفردية، بحيث أن الكل يعمل والكل يسعى إلى تحقيق هذه الخطط. إضافة إلى ذلك طبعا المنظومة السابقة لقياس أداء الموظفين طبعا فيها الكثير يعني من ما نريد نقول نقد، لكنه كانت تتناسب مع فترة معينة من الزمن، والحين بوجود الرؤية، بوجود مجتمع وظيفي مختلف، الحين في جنريشنز جديدة، أجيال جديدة داخلة في قطاع العمل، فمن الضروري أن نحن نحدث هذه المنظومة. فيعني جاءت منظومة إجادة لقياس الأداء الفردي وقياس الأداء المؤسسي كأحد أولويات رؤية عمان 2040. يعني هي ما فقط أنه أحد المبادرات والبرامج، لا، هي من الأولويات، وفوق هذا جاءتنا توجيهات من المقام السامي بتسريع تطبيق هذه المنظومة لما لها من دور إيجابي في رفع وتغيير ثقافة الأداء الحكومي إلى مراتب أعلى تساعدنا للوصول إلى رؤيتنا المستقبلية. وإضافة إلى ذلك طبعا نحن نعرف أنه يعني الكثير من الموظفين في فترات طويلة ما يعني ما أنصفوا، خلينا نقول، بناء على أدائهم، فكان الموظف المجتهد يجتهد لفترة زمنية، والموظف الغير مجتهد بيظل غير مجتهد، وفي نهاية كل عام يتم التعامل معهم بمبدأ المساواة. فبالتالي مع سنة أو سنتين من العمل للأسف هذا الموظف المجتهد يفقد الرغبة أو الحماس أو التحفيز أنه يستمر في العطاء، وللأسف يعني ما يتم الوقوف على هذا الموضوع. فجاءت منظومة إجادة كذلك لتنصف الموظفين المجتهدين لهم دور كبير في تحقيق أهداف المؤسسة، ودور رئيسي في رفعة عمان لأعلى المراتب. ويمكن القياس الأداء الفردي هو جزء من منظومة، لأننا نعرف في أداء مؤسسي في وحدة لقياس الأداء، كذلك الكل يعرف تبعيتها وجهتها، وبالتالي يمكن هذه المنظومة تتكامل حتى تعطينا كفاءة حكومية قادرة فعلا على تلبية متطلبات المرحلة. بالضبط أخي عبد الله. نعم. طلال، بما أنك يعني رئيس فريق التدريب وإدارة التغيير، ويمكن إدارة التغيير أداة مهمة جدا في مشاريع كهذه، والبعض حتى يذهب إلى أنه ما نتابعه الآن يمكن يكون حتى جزء كبير منه طبيعي يعني في منظومات عمل مثل هذه، لكن من وجهة نظركم التخصصية وما تابعناه خلال الأيام والأسابيع الماضية، كيف تقيمونه وهذا تزاحم وجهات النظر والآراء حول المنظومة؟ طبعا مثل ما ذكرت يعني ما يحدث الآن هو نتيجة طبيعية جدا لعملية التغيير والنقل، يعني بلا شك نحن نتفهم أن تنقل الموظفين من يعني مكافأة للجميع أو وضعهم في سلة واحدة في تقييم الأداء إلى أن تفاضل بينهم بحسب الأداء، هذا تحول كبير يعني على مستوى الدولة يعني. ولذلك نحن فعلا نتفهم ما يحدث، وربما يعني الإعلان عن المكافآت الذي تم مؤخرا يأتي في هذا السياق، يعني في سياق لفت الانتباه إلى أن القادم يعني راح يكون
يعني مهم جدا للموظف، وبالتالي لابد أن يولي اهتمام أكبر بهذه المنظومة. وحقيقة في الحديث يعني إذا تحدثنا عن إدارة التغيير فإننا مررنا بعدة مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة تشكيل فرق العمل في المؤسسات الحكومية بعدد 57 فريق عمل، ومن ثم تم طبعا تنظيم لقاءات مع مركز التواصل الحكومي لجميع مدراء التواصل في المؤسسات الحكومية، إصدار دليل، أيضا تشكيل فرق عمل بلغ أعداد أعضائها أكثر من 5000 شخص موظف يعني. أيضا قمنا بإطلاق المنظومة حقيقة على مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة تجريبية عبر ملف إكسل، وأتيحت هذه للمؤسسات لمن أراد التجريب. بعد ذلك تم تجريب النسخة الأولى في قبل عام 22 عفوا، بحيث أنه الجميع كان متاح له أن يتدرب. أيضا حملنا على عاتقنا حقيقة أن نجعل الموظفين يتابعوا الحقيبة التدريبية الإلكترونية، فاشترطنا الحصول على كلمة السر وكلمة المستخدم للدخول إلى منصة إجادة، أن تمر على الحقيبة وأن تجتاز الاختبار. هذا كان حرص من الفريق على أن يعني يتم تزويد كل موظف بالحد الأدنى من المعلومات لكي يستطيع أن يعني يقوم بدوره عبر المنصة. وتابعنا بعد ذلك بتدريب طبعا فرق عمل 66 مدرب في المؤسسات الحكومية، تدريب مدربين، هم نقلوا التدريب أيضا بحيث أنه بلغ عدد الأشخاص المدربين بشكل مباشر 130 ألف موظف في بداية انطلاقة المنظومة. الدعم استمر، ومن سأل طبعا تلقى الإجابة. نحن كنا نتلقى أحيانا اتصالات من موظفين لا نعرف حتى من هم يعني، ونجيب على استفساراتهم كفريق مركزي، ما بالك بالفرق العمل الموجودة في المؤسسات أيضا المختلفة. طبعا هذا كان كل تمهيدا لمرحلة معينة، والآن جاء الإعلان عن المكافآت من أجل لفت الانتباه أن القادم حقيقة يستحق الاهتمام بشكل كبير، ونعتقد أن هذه يعني ما نريد قد تحقق يعني. طبعا هناك يعني أبدى الموظفين الآن اهتمام أكبر باكتساب المعلومة الصحيحة لتطبيق المنظومة. نعم، جهد كبير أكيد يعني خلال الفترة الماضية يخلي فعلا المعلومة تصل بشكل صحيح، وبالتالي يمكن التطبيق بشكل أفضل. الشيخ محمد، اليوم نحن قدر الإمكان مثل ما تفضلت يعني الظهور الإعلامي، نحن نشكركم طبعا تخصيص أوقاتكم لوسائل الإعلام وإيصال الصوت، لأن اليوم المستفيد من هذه المنظومة ما فقط الموظف الحكومي، الكل مستفيد، لأنه راح ينعكس إن شاء الله على أداء المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين وللجميع. بنبدأ نطرح الأسئلة الأكثر يعني تداولا ويمكن في أذهان الناس، ونحن نعرف أحيانا لما تصير اجتهادات في الإجابات في زحمة وسائل التواصل الاجتماعي يمكن ما توصل حتى الإجابة الصحيحة. من أكثر الأسئلة شيوعا موضوع 10% اللي هي تكريم 10% من منتسبي كل مؤسسة. والبعض يرى أنه في هذه 10% ظلم لشريحة كبيرة يمكن في المؤسسة، إذا ما افترضنا على سبيل المثال اللي حصلوا على امتيازهم 20% أو 30% من إجمالي الموظفين في المؤسسة. فما هو توضيحكم حول هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أنه في عدم وضوح من قبل يعني نحن رصدنا، وطبعا نشكر حقيقة جميع المتفاعلين في منصات التواصل. نحن دائما نرصد مرئياتهم ومقترحاتهم وآرائهم، ونهتم كثير أن نجاوب على استفساراتهم. وحقيقة يعني أكد مرة ثانية أن هذه المنظومة أخي عبد الله ما تم تصميمها في معزل عن الوحدات الحكومية والموظفين. يعني في انطلاق المشروع أول لقاء كان مع مديري الموارد البشرية في كافة الوحدات الحكومية تقريبا 57 مدير، التقينا معاهم قبل البدء بتصميم أي شيء. يعني نحن بس اخترنا اللي هي المنهجية، منهجية الـ OKR، وحطيناها في برنامج إكسل، في نظام إكسل، بحيث أنه الكل يمارس ويعطونا مرئياتهم. ومن هذاك التاريخ لين يومكم هذا نحن ما توقفنا أبدا أنه نأخذ بمرئيات ومقترحات وآراء المستفيدين اللي هم الموظفين، لأن هذه المنظومة لهم حقيقة. فموضوع 10% إذا نبغى نبدأ
قبل أصلاً ليش تم مكافأة 10%؟ في بادئ الأمر وبداية التطبيق الكثير من الموظفين اللي ترجعوا حتى للتغريدات في بداية تطبيق المنظومة الكل كان يطالب، قالوا ما طبقوا لنا منظومة من دون ما تربطوها بحزمة من الحوافز والمكافآت. صحيح. فنحن يعني كنا على الوعد، وهذا الطلب كان بطلب من الوحدات الحكومية، وما تتصوروا الجهد المبذول لتخصيص مكافأة لنظام يعني طبق في عامه الأول، يعني مباشرة ربطناها بالمكافآت والحوافز بحيث أنه الموظف اللي اجتهد واهتم وطبق المنظومة وكان على الوعد مثل ما نقول، نحن كذلك كنا على الوعد، فتم تخصيص 10% من المكافآت. الحين 10% يعني هم الحاصلين على مرتبة ممتاز، وكل موظف حصل على مرتبة ممتاز بيكون مستحق لهذه المكافأة. ليش 10%؟ طبعا لو ننظر يعني المختصين في برامج قياس الأداء الفردي الكثيرين في عمان، وأنا أعتقد أنه من جيد أنه اللي يسأل هذا السؤال، يعني إذا يعرف حد في الموارد البشرية يسأل كم عادة نسبة الموظفين الحاصلين على ممتاز بحسب منحنيات توزيع النسب. في العادة تكون أخي عبد الله من 3-5%، لكن بسبب أنه القطاع الحكومي يعني قطاع جديد، ونحن نريد أن نرسخ الثقافة، ثقافة الأداء وتكريم الموظفين المجيدين، يعني تم اقتراح نسبة أعلى من 3-5% اللي هي الممارسة العامة. نعم. فأصبحت 10% من إجمالي الموظفين. يعني وأنا أعتقد أن النسبة هذه مناسبة جدا، ولكن أنا أعتقد أنه البعض يقول ليش ما كرمتوا الفئات الأخرى؟ هي الفكرة من تكريم العشر، إعطاء 10% حزمة من المكافأة، يعني ما حزمة، هي مبلغ بسيط جدا وشيء فقط لترسيخ الثقافة اللي هي نص راتب أساسي، كان هدفها كذلك أنه اللي اجتهد واشتغل وطبق المنظومة يعني يحصد الثمار وتترسخ عنده هذه الثقافة. نعم. هي هذه الفكرة العامة. لكن يمكن السؤال شيخ محمد أنه من الوهلة الأولى في التقييم في المنظومة نفسها، نعم، يمكن المؤسسة يطلع فيها عدد أكثر عن نسبة 10% اللي حصلوا على امتياز. أيوة. طريقة بعدين المفاضلة بينهم أو نعم. طريقة حتى المنحنى والكيرف، يعني هذه كيف يتم العملية، كيف يطلعوا ذي للعشرة في المية؟ جميل جدا. سؤال في موضعه، وأعتقد أن الكل يعني إحنا هذا الشيء شرحناه سابقا، وأعتقد أن الكثير يعرف هذا الآلية والإجراء. أخي عبد الله، طبعا المنظومة تسمح، يعني هي كيف قائمة بالضبط وكيف تعمل هذه المنظومة؟ التقييم يكون على دورتين على الأقل في كل وحدة حكومية. يعني تم اختيار بعض الوحدات أنها تطبق المنظومة بصفة ربع سنوية أو ثلث سنوية أو نصف سنوية، وكل دورة أداء لها تقييم. نعم. ففي نهاية كل عام يتم تجميع متوسط أداء الموظف لجميع الدورات المحددة، دورات قياس الأداء المحددة في هذه الوحدة. والنظام الإلكتروني يسمح أن الموظف يصل لمرتبة جيد جدا. ففي نهاية عام 2022 اللي وصلوا إلى مرتبة جيد جدا سميناهم فئة المجيدين، اللي هم يعني تقريبا 45%، يعني تقريبا نصف القطاع الحكومي وصل إلى مرتبة جيد جدا. نعم. وحقيقة يعني موظفين يستحقوا الشكر على جهودهم وعلى يعني الاهتمامهم بالمنظومة. هذا الموظفين اللي وصلوا لمرتبة جيد جدا أغلبهم كم؟ 45%. 45% من كافة من إجمالي عدد الموظفين. نعم. يعني تقريبا نصف القطاع الحكومي وصل إلى مرتبة جيد جدا. جيد جدا. الفكرة هنا أنه نريد يعني أعلى المراتب تتوزع بأكبر نسبة للموظفين. نفس الشيء لما نروح نشوف منحنيات توزيع النسب في خلينا نقول الشركات ولا أفضل الممارسات، الجيد جدا من 10-15، لكن نحن عملناها نسبة 45 مع الممتاز، ومنها يتم المفاضلة ما بين الموظفين لمرتبة أعلى. يعني أنت اللي تقدر توصل في إيجادة أول مرحلة جيد جدا، وبعدين يتم المفاضلة ما بين الموظفين اللي واصلين لهذه المرتبة إلى مرتبة ممتاز بمعايير واضحة، اللي هي يعني إنجازات الموظف ودوره في تحقيق الأهداف المؤسسية، دوره في تجويد وتحسين الخدمات، دوره في تطوير بيئة الأعمال، أو دوره مشاركته في البرامج والمشاريع
وغيره من ذلك. من يقوم بهذه المفاضلة عادة؟ لجان خاصة في المؤسسات؟ وزارة العمل طرف فيها؟ كيف تتم؟ وزارة العمل هي جهة تنظيمية، دورها أن ترسم الإطار العام، توفر الأدوات اللازمة، وتؤطر المواضيع بقوانين. الحين اللي حدث هنا أنه المفاضلة تكون يعني إذا موظف، خلينا بس نوضح هذه النقطة، إذا الموظف يعني تابع أو يعني عنده مسؤول مباشر وهو رئيس القسم، الرئيس القسم يعبي هذا استمارات المفاضلة للموظفين، بعدين تمر على المدير، المدير يبدي رأيه في هذا المفاضلة اللي عملها رئيس القسم، بعدين تذهب إلى المسؤول الأعلى. يعني في ثلاث مستويات للمفاضلة لاختيار الموظفين والمفاضلة ما بين الموظفين في الوحدات الحكومية، وتوصل إلى المدير العام. المدير العام يشوف مرئيات ومقترحات رئيس القسم، يشوف مرئيات المدير، وبناء عليه يقدر يتخذ القرار المناسب. وإضافة إلى ذلك، نحن في النظام اللي هو يؤطر آليات قياس كفاية الأداء في القطاع الحكومي اللي صدر في بداية عام 2022 أو 23 عفوا 22 عفوا، كان يعني اقترح بتشكيل لجان في المديريات لعمل المفاضلة ما بين الموظفين. هذه اللجان تكون تحت المسؤول الأعلى ويسمع من المسؤولين بحضور المدراء المسؤولين الآخرين المفاضلة وأسباب اختيار الشخص ألف وليش ما اختار الشخص باء، واستعراض أهم النتائج والإنجازات لكل موظف من هذا الموظفين. فآليات الحوكمة هنا واضحة، ويعني ما ممكن حقيقة، إذا تسمح لي أخي عبد الله، ما ممكن أنها تعتمد على آراء المسؤول، لأن المسؤول نفس الشيء بيشاركه المدير وبيشاركه المدير العام، وهي المنظومة نفس الشيء قائمة على التقييم الذاتي. ما المسؤول هو اللي يحدد أهداف الموظف، كذلك الموظف هو اللي يحط أهدافه وهو اللي يقيم أهدافه بإشراف من قبل المسؤول المباشر. نوصل إلى نتيجة أن هذا ما قرار فردي يتخذ المسؤول المباشر، لأنه البعض بدأ يربط يقول لك والله إذا علاقتك جيدة بمسؤولك المباشر أنت راح تكون من 10% مباشرة، وإذا علاقتك متوترة شوية يعني كذاك ما بتحصل يعني هذا. والآن أنت ذكرت الحكمة والمراحل اللي تمر بها هذا الأخ طلال. من ضمن المواضيع كذلك اللي رصدت فريق البرنامج يعني رصدها من أكثر من مكان، الحديث عن النقطة اللي أشرت لها قبل قليل، كيف اليوم المنظومة تحمي الموظف الحكومي من المزاجية، من مزاجية المدير، من يعني كيف توفر على معايير ودرجات الشفافية والنزاهة في عملية التقييم؟ طيب طبعا جودة مخرجات المنظومة تعتمد على جودة مدخلاتها، فأولا يطالب طبعا الموظف بأن يضع أهدافه والمستهدفات الكمية التي من المفترض أنها تبعد أي خلاف ما بينه وبين الرئيس المباشر فيما يتعلق بتقييم مدى تحقق النتائج الرئيسية. بمعنى إذا كنت أنا مثلا افترضت أن التحقق التام هو تقديم 20 دورة تدريبية ونجحت في ذلك، فإذا خلاص أنا المفروض أني أخذ هذا التقييم، ومن الصعب الاختلاف على رقم طالما أن هناك ما يثبت على أن هذه الدورات التدريبية قد تم تنفيذها. لذلك نحن نوصي بأن يحرص الموظف على إدخال نتائج رئيسية قابلة للقياس، وأيضا قبل ما يعني يضع المستهدفات يجب أن يفكر في أداة القياس، فإن كانت غير متوفرة يجب أن يعمل على توفيرها، وبالتالي وجود إذن نتائج كمية يجعل المزاجية تبعد يعني في عملية التقييم. بعد ذلك عندما نصل إلى مستوى مثلا الجيد جدا، دخول الموظف في هذا الجانب، عندنا استمارة طبعا لترشيح للمرتبة ممتاز. هذه الاستمارة تعتمد على إنجازات الموظف وأيضا على كونه قدوة يعني، وبالتالي الإنجازات تشهد يعني، بحيث أنك أنت إذا قدمت بعض الأعمال المختلفة سواء كانت مرتبطة بالجانب المالي في تخفيض كلفة، توفير مثلا مبالغ معينة، أيضا مرتبطة بتطوير عمل، اختصار مدة تقديم خدمة وغير ذلك، فأنت هنا يعني تضع هذه الإنجازات وتكون يكون لها ركن يعني. نعم. ما هو تعريف الإنجاز بلغة نظام إيجادة؟ الإنجاز هو مثل ما ذكرت يعني، هي مجموعة يعني نحن وضعنا مجموعة معايير حقيقة في هذا الجانب يعني. أولا يعني هل الإنجاز الذي قام به الموظف
يعني يوفر مبالغ للمؤسسة مثلا، يعني يقلل من كلفة عمل ما، يعني أيضا يختصر من مدة تقديم خدمة معينة. إذن أي شيء يؤدي إلى تجويد العمل يعتبر يدخل ضمن. إذن في معايير يوم نقول إنجاز، في معايير يتم تصنيف ذاك العمل أنه إنجاز أو لا. بالضبط، أيوة، في مجموعة معايير في هذا الجانب. نعم. سؤال آخر، يعني هل يوجد في المنظومة، يعني خلنا كذا كقول، مختبر يأخذ عينات مثلا من الأهداف ويضمن أنه المؤسسات جالسة تطبقها بطريقة صحيحة؟ لأنه يعني بصراحة ما كل هدف هدف، ولا كل هدف أحيانا يكون قابل للقياس، ولا كل هدف منطقي، ولا كل هدف إذا حققته هو يعتبر فوق التوقعات. يعني نحن مرات نقول والله ممكن طريقة إدخال الهدف يمكن هي تحكم عليه إذا كان فوق التوقعات أو غيره. في شيء من هذا النوع؟ طيب، نحن طلبنا طبعا من المؤسسات، من فرق العمل التي تدير يعني المنظومة في المؤسسات، أن تراجع من 5-10% من عدد من الأهداف المدخلة وتتأكد من جودتها. يعني أيضا عملنا على تدريب مدربين بحيث أن يعملوا على نقل الصورة كما هي. لكن خلينا نكون صريح معك، المنظومة يعني يعتبر عمرها بسيط، يعني منذ انطلاقتها احنا يعني ما أكملنا 2، ولذلك نحن نعتقد أننا بحاجة إلى دورات تعلم من أجل أن نجود الأهداف. أنت تتحدث عن نظام مختلف بالكامل حقيقة، يعني الموظف قد يكون مرت عليه أكثر من 20 أو 30 سنة لم يضع هدف، يعني فأنت كيف تعلم أن يضع هدف؟ نحن محتاجين إلى أن نصبر حقيقة يعني. لذلك مثلا حرصنا في السنة الأولى أن يكون عندنا، يعني كنا ننصح المؤسسات أن تتبنى الدورات الربع سنوية من أجل أن يمر الموظف ب4 مرات تعلم. أيضا في هناك نقطة، في طبعا نحن أصدرنا الحقيبة الثانية التي تهتم بتجويد الأهداف، تهتم بأسلوب تقديم التغذية الراجعة، وأيضا سنصدر قريبا إن شاء الله حقيبة أخرى يعني تركز على كيفية صياغة الأهداف بجودة عالية، وبأيضا طريقة تسهل على الموظفين إن شاء الله التعلم بإذن الله تعالى. نحن راح نستعرض مجموعة من التغريدات التي تم رصدها وصلت للبرنامج، يمكن الأخوة في الكنترول يعرضوها حتى للشاشة، اللي جاوبنا عليها بنعديها، واللي ما جاوبنا راح نتكلم. يعني أبو سيف يقول: أكبر ثغرة في نظام إيجادة إهمال الإنجاز الحقيقي للموظف والتركيز على أهداف قد تكون في بعض الأحيان وهمية لا قيمة لها ولا حتى هناك إمكانية لقياسها، وهذا تكلم عنه قبل قليل الأخ طلال، آلية يعني الأهداف. يبوكم شوي علي، وقرينا نص التغريدة بعد حمود. نعم، يقول: عند تقييم الموظف ترك المجال للموظف نفسه لتحديد مدى تحقيق الأهداف دون اشتراط وضع إثبات كدليل على تحقيق الهدف من عدمه، وهذه تعتبر ثغرة كبيرة في النظام. تعليقك الشيخ محمد. نعم، على السؤال الأول. الثاني طبعا ما يتطلب أنك توضع المستندات الداعمة في نظام إلكتروني إذا هي موجودة عندك. وحقيقة هذا النظام مبني على أنه الموظف ثقة ومسؤول المباشر ثقة. ما ممكن أن والموظف والمسؤول المباشر كذلك المفروض يكون قريب من الموظف، فهو عارف إذا مثلا الموظف قال أنه قام بعمل 10 برامج تدريبية مثلا، أنا أكون مطلع وعارف أنه هذه البرامج صارت حدثت يعني. فبالتالي ما يتطلب الموضوع أن توضع مرفقات إذا هي موجودة عندك في الـ 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 يعني عندك ما يثبت. فبالتالي هذا بتكون حقيقة عبء إضافي على النظام، ومن جانب فني ما يتطلب وجود مثل هذا الشيء، لأنه بالأخير حتى لو وضعت في النظام بتظل ما بين الموظف ومسؤول المباشر. ما في شخص آخر بيطلع عليها يعني. نروح لتغريدة ثانية شباب. حمود العدوي يقول: أن يبتعدوا عن فلسفة التعقيد والترجمة الحرفية للمنصات الأخرى، لما لا تكون سهلة سلسة في متناول الجميع ومصطلحات تتناسب والوظيفة، فما خانت الإنجاز إلا دليل عجز على الإتيان بمصطلحات تتناسب مع وزارة التربية فهي أقرب للتنظير الاقتصادي. والله حمود وحدي ما واجد فهمت اللي تقوله يعني، لكن يعني شكله شيء له علاقة كذلك بالتربية. نروح لتغريدة ثانية.
محمد البوسعيدي إيجاد وسيلة غير دقيقة في تقييم جودة عمل الموظف ومن الإجحاف الاعتماد عليها في صرف المكافآت والترقيات لأسباب عدة. قد يبدع البعض في كتابة أهداف دون جودة حقيقية في العمل، بينما العكس صحيح، قد يعمل شخص باجتهاد دون أن يبدع في كتابة الأهداف فيخسر الثاني المكافأة ويكسبها الأول. يعني هذا النقطة رغم أن احنا تحدثنا فيها، لكن نريد نشير إلى أمر وهي القيادات الوسطى اللي لها دور كبير، أنا أعتبرها صراحة، في تجويد حتى الأهداف وفي متابعتها وفي التحقق. وهذه الإدارات الوسطى عادة ما تكون مؤشراتها بعد مختلفة عن مؤشرات الموظف، لأنها معنية بإنتاج وجودة كذلك عمل المجموعة. فأريد أتكلم عن هذه الجزئية الشيخ محمد. جميل. اللي هو دور القيادات الوسطى في نجاح المنظومة. طبعا أي مشروع في إدارة التغيير وأي مشروع جديد في أي مؤسسة حكومية حقيقة يعني مربط الفرس في الحقيقة اللي هو المسؤول المباشر أو القيادة. فنحن سعينا حقيقة في هذا المشروع أن أول فئة نلتقي فيها في كل الوحدات الحكومية هم رؤساء الوحدات والقيادة العليا في هذه المؤسسات، وكان في توجيه مباشر في موضوع نقل المعرفة والتأهيل والتدريب، مع العلم أنه المنهجية اللي تم تبنيها في منظومة إيجادة منهجية بسيطة جدا، والحين بعض الدول المجاورة تتواصل معنا تريد تستفيد من التجربة وتريد تلحقنا، يعني احنا سبقنا كثير من الدول المجاورة بتبني منهجية الأوكيار. منهجية الأوكيار طبعا ترى الأخ مختص في هذا الجانب وفاهم، فيعني صياغة الأهداف بطريقة منمقة أصلا ما بيغير شيء، لأنه بالأخير بيضطر الموظف يكتب عدد أو نسبة أو تاريخ. نعم. فما ممكن أنه هو يخرج عن هذا الإطار وندخل نحن في إطار السرد وغير الموضوعية في تقييم الأداء. نعم. فطبعا المسؤول المباشر له دور كبير، كونه هو مسؤول، يعني أهدافه مرتبطة بتحقيق أهداف المؤسسة. فبدوره هو لازم يعني يعرف يعني كيف يقسم هذه الأعمال ما بين الموظفين، كيف يشاركهم هذه الرؤية وهذه الأهداف. فاللي قام بهذا الجانب من الموظفين من المسؤولين سهل كثير على الموظفين أنه يكتبوا أهدافهم ونتائجهم، لأن أنا كمسؤول من المهم كثير بالنسبة لي أن الأعمال اللي يقوموا بها الموظفين التابعين لتقسيم التنظيمي تساهم في تحقيق أهدافي أنا الفردية، وكذلك يعني اختصاصاتي الوظيفية وغير ذلك. نعم. الشيخ محمد، تعودنا في كثير من التقييمات استخدام مصطلحات مثل متوسط، جيد، ممتاز. نعم. أو 1 من 10، 1 من 5. نعم. تطلع لك النتيجة النهائية مال التقييم في نظام. نعم. إجارة تم استخدام مصطلحات مختلفة نوعا ما. نعم. اللي هو دون التوقعات، يحقق التوقعات، يفوق التوقعات. نعم. لماذا؟ سؤال بسيط جدا. لا. لأنه في أثناء العام أنت ما تحصل على تقييم. أنت أثناء العام تريد بس كذا مثل البوصلة تعرفك أنت وين بالضبط واصل. ففي كل ربع أنت تعرف نفسك فقت التوقعات أو حققت التوقعات أو كنت دون التوقعات، فهذه أثناء العام تستخدم. لكن في نهاية العام تترجم إلى نتائج اللي هي الممتاز والجيد جدا والجيد والمتوسط والضعيف بحسب القانون. نعم. الأخ طلال، من ضمن الأشياء اللي تم الحديث عنها تفاوت المؤسسات في طبيعة مهام موظفينها، ويعني البعض يقول أنه بعض المهن أو الوظائف غير قابلة للتقييم بهذه الطريقة، وذكروا أمثلة عليها اللي هي عادة تحمل العمل الروتيني. حتى بعضهم ضرب وإمام مثال المسجد. نعم. ضرب مثال على إمام المسجد، حارس المدرسة، حارس في أي مكان يعني وغيره. فكيف راعت المنظومة هذه التفاوتات؟ طيب، طبعا المنظومة هي عبارة عن قالب مفرغ تستطيع أن تملأه بما شئت من مؤشرات الأداء، وبالتالي أنت يعني تحدد من هو الحارس النموذجي، يعني من هو المنسق النموذجي، وبالتالي الأفعال والسلوكيات التي أنت ترتئيها تحولها إلى مؤشرات أداء. يعني فمثلا فيما يتعلق بالحارس، يمكن نحن ذكرنا أمثلة سابقة على هذا الموضوع، فأنت تريد يكون منضبط في وقت وصوله طبعا لتسليم السيارة مثلا، أو ل يعني أخذ ركاب معينين أو ما شابه ذلك. أيضا السيارة مثلا يعني مستوى نظافة عالي، أيضا أسلوبه في التعامل ربما مع الأشخاص جيد. فإحنا ما نطلب شيء يعني مستحيل أو خارق، لن نطلب من حارس مثلا أن يأتينا بمنظومة عمل معينة وكذا، وإنما نطلب من كل صاحب مهنة أن يقوم بدوره
يعني المطلوب منه فقط يعني. وبالتالي يعني منظومة الأداء حقيقة تستند إلى ما يسمى بمؤشرات الأداء. أنت تحدد ما هو مؤشر قياس الجودة ومن ثم تحوله إلى نتيجة رئيسية وتضع له مستهدفات يعني. إذن هذه ليست قوالب جامدة وإنما تعتمد يمكن شديدة المرونة يعني. ويمكن كل مؤسسة أدرى يعني بتفاضلية يمكن كل مهنة. صحيح. من المهنة الأخرى. في نقطة أخرى أريد أضيف إليها أخي عبد الله، أعتقد أنه يعني وزارة الأوقاف جزاهم الله ألف خير والدكتور حميد الحجري وفريقه الشكر لهم موصول، حقيقة كتبوا مؤشرات أداء أكثر من رائعة لوظيفة إمام مسجد أو معلم قرآن، وأعتقد أنه يعني نجحوا نجاح باهر في عكس يعني صياغة أهداف موضوعية وتفاضل ما بين الموظفين في شاغلين هذه الوظائف. وكذلك الأخوان جزاهم الله ألف خير في وزارة العمل الأخ طلال ومن معه، كان هذا التساؤل دائما موجود للوظائف النمطية الحارس والمراسل والكاتب وغيره، ونحن كذلك عملنا قوالب أهداف مقترحة وأوصلناها للمؤسسات الحكومية، قلنا لهم بالإمكان وضع هذه الأهداف للموظفين من النظام الإلكتروني. يعني ما يعني البعض قال ان هذا الموظف ما يعرف يكتب اهدافه ويمكن قدراته يعني اقل من انه هو يقدر يكتب مؤشرات بهذه الطريقه، مع اننا اختلف ان منظومه منهجيه OKR سهله كثير وبسيطه، يعني الهدف ماذا تريد ان تحقق والنتائج الرئيسيه كيف ستحقق هذا الهدف، والكل ينظر اليها يعني بمحيط عمله وبناء عليه يقدر يكتب أهدافه، ولكن كذلك بناء على طلب الوحدات عملنا هذه الاستمارات. نعم. وكذلك يعني فعلنا أن هذا الأهداف مباشرة تظهر للموظف من دون ما حتى يحتاج أنه يعدل فيها شيء. نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا، ما أعرف إذا كان هو موظف حكومي ولا لا، لأن المفروض الإجابة تكون عنده. يسأل يقول أن يعني الموظف هل يعرف نتيجة تقييمه؟ يعني لأنه في السابق جميل، وهذه أمثلة غريبة، يعني في السابق يقول لك واحد يمكن مضى عليه 15-20 سنة ما عمره عرف نتيجة تقييمة، يعني يقولوا له ما يحتاج عن الحساسيات وكذا. اليوم الموظف يعرف، الموظف اليوم ما بس يعرف، هو اللي يعرف نتيجته في نهاية كل عام، وكذلك حتى كل الموظفين يعرفوا من هو الموظف الحاصل على تقدير ممتاز. هذه ممارسة حديثة، وهذه يعني تبنيناها لعدة أهداف. نعم. أحد الأهداف هذه الحوكمة، يعني نشر أسماء الموظفين المجيدين وتكريمهم بالآلية التي يحددها رئيس الوحدة، هذا متطلب في منظومة إجادة بهدف الحوكمة وهدف الشفافية، وكذلك خلق قدوات في القطاع الحكومي. يعني الحين أنا إذا عرفت موظف حاصل على ممتاز، يمكن أنا هذا كأنه توجيه بالنسبة لي. صحيح. أنه يمكن هذا الشخص عنده ممارسات ناجحة ولا عنده فكر معين، ونفس الشيء لازم هو يعني يفتخر، وكذلك أن نفس الشيء جزء من الحوكمة أن المسؤول المباشر، خلينا نفترض أن المسؤول المباشر رئيس القسم والمدير العام حابوا، خلونا نقول يلا ما عليه ثلاثة حابوا علشان خاطر شخص، وتم نشر هذه الأسماء. طبعا إذا صار هذا الشيء بيكون في مقاومة داخلية وعتب وغير ذلك، فإذا هذا الشيء حصل في سنة من السنوات، كون متأكد أنه نسبة حصول هذا الشيء مرة أخرى السنة القادمة بتتقلص إلى يمكن 10 أو 20%. نعم، هو أصلا مجرد نشر الأسماء يعطيك شعور بالثقة أنه بالضبط. تم الاختيار بشكل صحيح بالضبط. وأنا أتمنى أنه عند نشر الأسماء يعني أحيانا ترحمهم تقول كأنهم منشور مدانين، هذا يعني هذا قائمة مدانين. يعني اليوم دام أنه المنظومة توفر هذا المستوى من الشفافية والكل يعرف من المتميزين في هذه الفترة ويعرف من المتميزين إن شاء الله في السنة القادمة، وهكذا يعطي نوع يمكن حتى من الأريحية. لكن هناك في نقطة مهمة كذلك، توزيع المتميزين على مكونات المؤسسة، هل له آلية معينة؟ لأنه نعرف في مديريات وأحياناً بعض الوزارات ما شاء الله حجمها كبير، يعني يمكن متوزع على كل المحافظات وغيرها. نعم، يعني شوية أنا ابتسمت حقيقة لما قالوا أنه قطاع الوزير يحصل على فرص أكثر عن قطاعات الأخرى، هو في الحقيقة قد يكون العكس. لأنه نحن اللي عملناه أو اللي أوصيناه به وقامت به الجهات الحكومية أنه هذا 10%
نزلت من قطاع من 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 رأس المؤسسة إلى القطاعات. فمثلا إذا عندنا وزارة فيها وكيلين وفيها قطاع الوزير، فقطاع الوزير كله يعني وضع في كف، وبعدين يعني أعطي الثلث خلينا نقول، لا يعني ما الثلث خلينا نقول، أنه يعني تم تنزيل المنحنى على قطاع الوزير، فيتم اختيار فقط 10% من القطاع كله، وبعدين 10% من قطاع الوكيل الأول و10% من قطاع الوكيل الثاني. فهذا المنحنى وهذا النسب أسقطت من أعلى الهرم إلى أسفله، وبعدين من قطاع الوكيل ألف انزلت كذلك إلى المديريات، وكل مديرية أصبح عندها نفس النسبة بالتساوي مع المديريات الأخرى. الحين النقطة اللي يطرحها البعض يقول، يعني حد يقول أنه يكون بالتساوي، وحد وشخص آخر يقول لا، المفروض المديريات اللي كان لها دور أكبر وأثر أكبر يكون لها نسب أعلى. فهذا السنة طبقنا هذه المنهجية واقترحنا للوحدات الحكومية إذا كان في قطاع يستحق التكريم أكثر عن قطاع آخر بالإمكان التوزيع يمكن في الأعوام القادمة، لكن بمنهجية موضوعية وبناء على ما تم تحقيقه من أهداف مؤسسية أو أهداف قطاعية لهذا التقسيم. لكن الأصل الشمولية، الأصل أنه تتوزع بالتساوي، تتوزع بالتساوي على مختلف بالتساوي. القطاعات والمؤسسات. أيوة طبعا في قطاعات اشتغلت أكثر ممكن ولا تستحق نسبة أعلى من التكريم، فممكن أنه نشوف القطاعات اللي ما اشتغلت كفاية وتنقل بعض النسب إلى القطاعات الأخرى. لكن هذا السنة كانت بالتساوي، وما تم تداوله عن أحد الوزارات طلعت أول أسماء قطاع الوزير، طبعا ما حد شاف الصفحات اللي بعدها، والصفحات اللي بعدها كانت حقيقة مثلقة للصدر، أنه بتشوف كل الفئات، في ساق، في مراسل، في كاتب شؤون إدارية، في أخصائي، في مدير، في مدير مساعد، فمختلف الوظائف. فالمنظومة هذه ممكن تطبق على مختلف المسميات بمختلف المستويات، وما تظلم، ما المفروض أنه تظلم فئة معينة. وهذا نفس الشيء في قادم الوقت نحن نريد أنه نعمل إجراء يضمن هذا الشيء بطريقة أكثر أفضل. يعني حقيقة اللي يشوف الكم الهائل من التغريدات ومن الرسائل في تويتر وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يعني لا تسمحوا لأي أحد أنه يتخطف وعيكم أحياناً ومعرفتكم. الآن الأفضل لنا أن نرجع خطوات للوراء وناخذ نظام يعني عقيم ما يضمن أن نتقدم، ولا أن نتحسن كلنا المنظومة الحالية، خاصة يعني الواضح حتى من كلام الأخ طلال يقول لك نحن عارفين أنه في السنة الأولى ما بنوصل لمرحلة متقدمة مثلاً من رصانة المنظومة، لكنه بتتطور في السنة القادمة واللي بعدها واللي بعدها وبتصبح ممارسة طبيعية. اليوم أنا كموظف حكومي مرت علي كل الخطوات اللي ذكرها الشيخ محمد، لكن بعدني ما مقتنع. أنا أشعر أني تعرضت للظلم، أنا أشعر أني ما قيمت بطريقة صحيحة، أنا أشعر أنه في خطوة من الخطوات ما جرت بشكل صحيح. هل لي طريقة معينة أني أوصل هذا التظلم، أني أسوي خطوة معينة، إجراء معين؟ طبعا المنظومة ضمنت حوكمة جيدة في هذا الجانب، وهناك طب مجال للتظلم. يعني التظلم عن طريق يعني أولا ممكن أن تبدأ أنت بالحديث مع مسؤولك المباشر ومن ثم المسؤول الأعلى، وبعد ذلك عندنا لجنة الموارد البشرية تستطيع أيضا أن تجيب على بعض استفساراتك في هذا الجانب، يعني إذا شعرت أنت بظلم. ونحن طبعا أيضا وجهنا المؤسسات على أنها أن تنظر في كل التظلمات الواردة من الموظفين، وأيضا أن تتخذ قرارات منصفة لهم. يعني بمعنى إذا كان الوضع يعني لم يتسبب في حدوث الموظف فيجب أن يصحح يعني، وهكذا. وقد نصل طبعا إذا هو لم يرتضي أيضا يعني حكم اللجنة في المؤسسة ممكن أن يصل إلى القضاء، محكمة القضاء الإدارية. وبالتالي يعني مجال التظلم مفتوح، ونحن نعتقد أنه هو أمر صحي. يعني سيساعد المؤسسة على تصحيح مساراتها. نعم. وصلتكم تظلمات إلى الآن؟ احنا ربما يعني ما الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع، ولكن نحن يعني تصلنا بعض الأحيان استفسارات، يعني خصوصا فيما يتعلق بعمل النظام نفسه. نعم. لكن من الجهة المسؤولة، المؤسسة نفسها ولا كيف؟ بالضبط المؤسسة. نعم. المؤسسة بنفسها. نعم. نعم. نقطة مهمة إذا تسمح لي أضيف إليها عبد الله. طبعا يعني هذه المؤسسة، هذه الدولة دولة مؤسسات،
صحيح. أنا أتمنى يعني حقيقة، وهذه رسالة أبعثها للموظفين الحكوميين، أتمنى أنه يعني يستفيدوا من القنوات الداخلية الموجودة في المؤسسات الحكومية. يعني أنا موظف في الوزارة ألف، معناته فيها موارد بشرية، فيها مسؤول مباشر، فيها مسؤول أعلى. من الأفضل والأنسب، وإذا أريد أن يعني يتم تصحيح وضعي وأنا مظلوم، بدل ما أروح لمنصات التواصل الاجتماعي قبل لا أروح إلى المنصات، أشوف إذا هذا المؤسسات الحكومية ستنصفني، هل المسؤول مباشر سينصفني، المسؤول الأعلى، لجنة التظلمات. طبعا لجنة التظلمات تشكل لمدة 30 يوم، يسمح لأي موظف أنه يتظلم عن نتائج الأداء لمدة 30 يوم من تاريخ لجنة التظلمات في المؤسسة نفسها، في كل مؤسسة، في كل مؤسسة. أيوة. نحن طبعا مثل ما تفضل أخ طلال، نؤكد أنه دور نحن دور يعني حوكمة، ويعني توفير أدوات وقوانين ونظم وتوجيه في هذا الجانب، لكن إدارة المنظومة بالكامل تابع كل جهة حكومية منفصلة يعني بالكامل عن يعني الجهات الأخرى وعن وزارة العمل، لكن يكون في تعاون مستمر في هذا الجانب. وإذا ما أنصفت لجنة التظلمات، بالإمكان الذهاب للقضاء، والقضاء سينصف الموظف كذلك، ونحن يعني وجهنا أو بنوجه إن شاء الله في خطة كذا أن نوجه لجان التظلمات، بنعطيهم التصنيف للحالات على أساس نسهل عليهم تصنيف للحالات اللي يعني قد تصلهم، وإيش التوصية الأنسب ليعني معالجة هذا التظلم أو القرار الأنسب لهذه الفئات. فإن شاء الله بيكون في مرونة، في يعني بيكون يعني في معالجات داخلية لبعض الفئات، خصيصا للفئات اللي ما تسبب الموظف أنه هو يوقع في هذا الجانب. ونقطة أريد أكد عليها فقط، الحين جيت على بالي وقلت أقولها قبل لا أنسى، أنه ترى ما الموظف الحاصل على جيد جدا، ما لأن المنظومة ما أكرمته معناته هو موظف سيء، لا بالعكس، أنتم يعني الموظفين اللي يعني لكم الشكر، ويعني كان لكم دور كبير جدا في تحقيق أهداف المؤسسة، والشكر موصول لكم، لكن هذه السنة فقط تم اختيار فئة الممتاز للتكريم للأهداف والأسباب اللي تطرقنا إليها في هذا العام. نعم. ما معناته أنه في الأعوام القادمة هذه الفئة ما بيشملها شيء، لا إن شاء الله مختلف الفئات بيكون لها مختلف الحوافز والمكافآت بناء على مستواهم الوظيفي وبناء على مراتب الأداء اللي حصلوا عليها في نهاية كل عام. هو كم يبلغ عدد المكرمين؟ يعني إن شاء الله يعني هذه سابقة لعهدها، ما صارت في سلطنة عمان أبدا. 17,000 موظف، 17,000 موظف شملهم. إن شاء الله بيتم تكريمهم، بيحصلوا على مكافأة ومبلغها وقدرها تقريبا نصف راتب أساسي. ويعني هذه فقط الانطلاقة، إن شاء الله ما هو قادم بيكون أكثر، ويعني محفز أكثر إن شاء الله. نعم. في يعني منظومة التحفيز، خلنا نقول دي الجزئية، نعم. ما الإجادة كلها، نعم. ماذا بعد هذا التحفيز؟ هل هناك تحفيز تراكمي؟ يعني نعم. مثلا يوصل الموظف إلى نتيجة معينة، نعرف أنه هذه مكافأة الآن، نعم. لكن الكل مثلا يطمح بعدين إلى ترقية، بعدين يطمح إلى شيء معين، إلى هكذا يعني، نعم. فما هو الجانب التراكمي في التحفيز؟ طبيعي بيكون في ارتباط بالكثير من العناصر في وظيفة الموظف بمراتب الأداء. يعني واحدة من النقاط طبعا الموظفين الحاصلين على أعلى المراتب يعني في قادم الوقت على سبيل المثال، بيكون لهم يعني فرصة أكبر لشغل الوظائف العليا في المؤسسة، فبيكون المفاضلة ما بين الموظفين بناء على عنصرين، على أدائه في الفترات السابقة وكذلك على قدراته لشغل وظائف أعلى. هذا إن شاء الله بيكون قادم في الفترات القادمة، وغير من ذلك من يعني عناصر. فبالتالي من بداية المشروع نحن دائما نتكلم أنه يا موظفين، من المهم كثير أن تهتموا بمنظومة إجادة، لأن هي الفيصل اللي بـ بـ يعني بـ بيؤكد أو يعني بتعطيك حقك. يعني منظومة إجادة هي اللي بتعطيك حقك إذا كنت من الموظفين المجتهدين، موظفين اللي لكم دور اللي في تحقيق أهداف المؤسسة، ومحبين لرفعة عمان في 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 مؤسساتكم. نعم. هذه ثابتة ولا تقيم في كل سنة على حدة؟ يعني الآن مثلا اخترنا 50% من الراتب الأساسي، نعم. كقيمة للمكافأة، نعم. تصرف مرة واحدة للمكافأة الموظفين، نعم. المتميزين، نعم. هذه ثابتة ولا كل سنة بمعطياتها يعني هذه كانت
يعني مرة واحدة لهذا السنة، لكن سنة 2023 لا، في منظومة متكاملة. نعم. ويعني قد يكون يعني أساس أنه ما حد بعد يحملني المسؤولية التوجه الحين ما حد يقدر يقول شيء في صادق التواصل الحوافز يعني واحد يكون حذر بقدر المستطاع، لأنه ما شاء الله عليهم تفاعلهم كبير، لكن بكون حذرا إن شاء الله. بس أنا تكلمت في آخر لقاء نعم عبد الله مع الاخوان في قناة الوصال، نعم قلت لهم القادم اجمل. خلاص عاد انتم شلوها مني، القادم اجمل. يعني احنا نقدر نقول بطريقه مختلفه انه حتى منظومه الحوافز قد تتطور من عام الى اخر وفق يمكن معطياتك. نعم. انا اذا رتب الكلام بس اشكرك. القادم اجمل، والقادم فيه الكثير حقيقه، والقادم ان شاء الله سيجعل القطاع الحكومي اكثر استقطابا للكفاءات وأكثر احتفاظا للكفاءات بإذن الله. خلينا نقول هذا الكلام ونحن واثقين، لأنه اللي قادم نحن شايفينه وعارفينه، وبإذن الله بيكون له دور إيجابي وكبير في تغيير ثقافة الأداء وتحسين أداء القطاع الحكومي في قادم الوقت بإذن الله تعالى. هذا أحد متابعينا يقول هذا اقتراح أتمنى تطرحه على ضيوفك في الاستديو. كان يقترح أنه من ضمن تقييم الأداء للمسؤول للمدير يكون في واحد من المدخلات تقييم موظفينه إله. أتوقع بعض اللي يمكن يعني في الشركات أو يمكن في بعض المنظومات يتم يعني اللي هو 360 أو شيء كذاك يعني. فدرست شيء من هذا النوع، لأنه يقول لك والله يعني بعد القائد خلنا نقوله والمدير، واحد من الأشياء اللي تميزه رأي موظفينه بعد فيها. نعم. ومن قال لك إن ما قيمناه المسؤولين؟ لا كمدخل من موظفينه، يعني هو يقول إنه الموظفين لهم دور في تقييم مديرهم. ومن قال إن الموظف ما كان له دور في تقييم مسؤول؟ كيف؟ إذا تذكروا كان في استبيان لأثر الممارسات الإدارية. نعم. هذا الاستبيان تم تعبئته من قبل 165 ألف موظف في بداية العام. نعم. وتم تعبئته مرة ثانية في شهر بداية هذا الشهر، شهر 7 أعتقد. نعم. أو بداية شهر 6. نفس الشيء 150 ألف موظف عبوه. إذا يتذكروا كان في 10 أسئلة مرتبطة مباشرة بمسؤولك المباشر. نعم. مسؤولك المباشر. هذا كان يعني مرصد لتقييم أداء المسؤول المباشر، ولكن وضع في التقييم المؤسسي وليس لتقييم المدراء، لأن وجوده يعني الموظف يقيم مسؤوله. أنا ما أعتقد أن الموظف يعني عنده كل القدرات أو السمات المناسبة أنه يقيم مسؤوله تقييم مباشر. وكذلك طبيعة الأعمال في القطاع الحكومي وكذلك في عمان ما من المناسب أن نحن نخليها ثابتة. فكان تقييم المؤسسات مرتبط بمستوى رضا الموظفين عن مسؤولهم مباشر، وتم توجيه بعض الرسائل وبعض المقترحات للجهات اللي كان يعني مستوى القيادة والتخطيط منخفض نوعا ما لأداء المؤسسة. وكذلك إن شاء الله يعني 360 نفس الشيء ما ننسى منظومة إيجادة فيها تقريبا 800 منفذ يتم تقييمه، تقييم المستفيدين من الخدمات عن طريقها. نعم. إيجادة المؤسسية كذلك في لما تدخل أي مؤسسة حكومية بتحصل كيو آر كود بيطلب منك تقييم رضاك عن الخدمات اللي حصلت عليها في هذه المؤسسة. نعم. إن شاء الله في قادم الوقت هذا المؤشر كذلك الحين مربوط بالإجادة المؤسسية بالإمكان يربط بأداء الأفراد أو المسؤولين في قادم الوقت إن شاء الله. نعم. هذا سؤال آخر من أحد متابعينا يقول هل هناك نية لإدخال الحضور والانصراف ضمن معايير التقييم؟ طبعا الحضور والانصراف يتم تقييم هذين يعني من خلال منظومة مختلفة يعني خاصة بالموارد البشرية، ولكن في حال إذا صار عندنا في إشكالية كبيرة في المؤسسة فيما يتعلق بالحضور والانصراف وتحول الموضوع إلى ظاهرة بإمكاننا أن نضع بعض النتائج الرئيسية لقياس أو التخفيف من حدة هذه الظاهرة. أحيانا قد نوجه الموضوع باتجاه موظف بعينه يعني رجل غير منضبط مثلا بالحضور والانصراف وعدم حضوره يعني له تأثير كبير يعني على مجرى العمل، فبالإمكان أن نضع له بعض الأهداف الخاصة بهذا الجانب. نحن
نحن طبعا لا نوصي نقول ابتعدوا يعني بقدر المستطاع، خصوصا مع توجه الحكومة الآن نحو تطبيق ساعات الدوام المرنة بالإضافة إلى الدوام عن بعد. يعني فنحن يعني نحن نعتقد أن إيجادة جاءت للتركيز على الإنتاجية، ولكن عند الضرورة وبشكل محدود بالإمكان استخدام هذا الشيء. لكن المنظومة في تركيبتها ما تركز على هذا النوع من الأهداف. صحيح صحيح كذا؟ بالضبط. لأن بالمناسبة يعني فيما يتعلق بالنتائج الرئيسية طبعا هي أعمال يجب على الموظف أن يعني ينفذها، إذا ما صيغت بطريقة صحيحة فهنا يعني أساسا يعني عدم الدوام والحضور سيؤثر على إنجاز الموظف بشكل تلقائي. نعم. بعد إذا تسمح لي أضيف على كلام الأخ طلال، طبعا من اشتراطات أن الموظف يحصل على تقييم أعلى من تقييم جيد أنه يكون ما حصل على أي مخالفات إدارية. فإذا الموظف غير منضبط بدوامه وما يحضر على الوقت، طبعا الدوام ساعاته معروفة أن الموظف يجب أن يعمل 7 ساعات، مطلوب عليه 7 ساعات، فإذا حصل على مخالفة إدارية خلاص بتحجب عنه درجة الجيد جدا والممتاز، ما لازم أن نحن نحطها كعنصر من عناصر قياس الأداء، لأن المنظومة تسعى إلى قياس النتائج ما قياس مدى حضور الموظف إلى بيئة العمل. أنا طبيعي إذا عندي أهداف وما أداوم ما بقدر أحققها، ولا أنا غلطان؟ أكيد. فهي هذه الفكرة. نعم نعم، خاصة أن بعض المهن أصلا جودتها يعني كفاءتك يمكن وجودك يعني على الوقت. نعم. وكان البعض يتكلم عن بعض الأمثلة. يعني الشيء الغريب شوية بصراحة. نعم. إنه أغلب الأشياء اللي أثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي الآن أخذ مرة ثانية لفة، يكون ما نسينا حد، يعني في النهاية حن هدفنا من برنامج الإجابة على تساؤلاتهم تم تقديم إجابات مغلوطة على كثير من التساؤلات اللي في أذهان الناس حول منظومة إجادة، والآن أنا يعني أتصفح إنه في تساؤلات متكررة حول أشياء هي موجودة أصلاً في المنظومة لكن تقدم على أساس إنها هي ما موجودة ولا يمكن الاستفادة منها. فنتمنى فعلاً إنه دائماً نحرص إن نحصل المعلومة على المكان الموثوق منها. المحتوى كله موجود أخي عبد الله. نعم. في الإنترنت، سواء قامت بجهات حكومية أو الفريق المركزي، ونفس الشيء كذلك منصة إجادة فيها الكثير من الأجوبة والتساؤلات والأدلة الاسترشادية، ويعني المنهجية اللي تبنيناها هي منهجية الـ OKR، محتواها موجود في الإنترنت. فمن المهم أن الموظف يسعى أنه يفهم هذه التفاصيل بحيث أنه يقدر يستفيد من هذه المنظومة وتكون لصالحه في قادم الوقت. نعم، هذا اقتراح أخير، يعني أنا أتوقع أن نحن غطينا أغلب الأسئلة، لكن يقول يعني هي ترى عشان نكون بعد واضحين ونتكلم نفس لغة الناس، يمكن فور الإعلان عن أسماء المجيدين أو المكرمين بدأت يعني مرة ثانية تطرح المواضيع بشكل مكثف، فكان السؤال أنه في اللجنة اللي تشكل في كل مؤسسة ليش ما يكون فيها طرف محايد، يعني ليش ما يكون فيها طرف من خارج المؤسسة مثلا شريك في تقييم النهائي خلنا نسميه. نعم. للمتميزين، هل أيوه. في يعني تم الحديث عن فكرة من هذا أيوه. النوع؟ اللجان اللي يتم تشكيلها في المديريات لاختيار الموظفين في مختلف النتائج هذه بالإمكان الاستفادة من أي شخص خارجي إذا المؤسسة لها رغبة، خصيصا أنها ممارسة جديدة على القطاع الحكومي لكنها ممارسة رائجة في القطاع الخاص خلينا نقول في عمان، فبالإمكان الاستفادة من أي شخص وإذا أي حكومية تريد أن تستفيد من هذه الكفاءات. نحن كلنا يعني مجتمع واحد، وكوني أنا اشتغلت في القطاع في الموارد البشرية أكثر من 15 أو 17 سنة وكذلك الأخ طلال، نعرفهم الأشخاص المناسبين وممكن نرشحهم في هذا المكان. طيب أنا بالنسبة لهذا الموضوع أيضا بالمناسبة أحجام المؤسسات يعني بالإضافة إلى كلام الشيخ محمد، أحجام المؤسسات أحيانا ما تسمح بأنك أنت تخلي العمل مركزيا، يعني إذا تحدثنا عن وزارة التربية والتعليم فيها أكثر من 80,000 موظف. نعم. وبالتالي المرشحين يصل عددهم إلى ما يقارب 40,000 إلى جيد جدا يعني، وفلترتهم غير ذلك، يعني حجم البيانات يعني أمر يعني حقيقة يصعب عملية أنك أنت تعتمد على أفراد من خارجيين يعني بشكل كبير، قد نعتمد في بعض المؤسسات الصغيرة. احنا على امل ايضا ان نستفيد من تقنيه الذكاء الاصطناعي مستقبلا، اولا في تجويد الاهداف، ثانيا حتى في تجويد عمليه التقييم. طبعا ما يخفى على احد ان وزاره العمل الان بدات بعض
طبعا الخطوات يعني قطعت بعض الخطوات في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي، وحقيقة التقينا بعدد من الشركات في هذا الجانب، وربما إن شاء الله مستقبلا راح يكون عندنا يعني إمكانية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع هذا الكم الهائل من الأهداف والخطط، وبالتالي مساعدة الموظفين على تجويد أهدافهم. وأنا على يقين أن إن شاء الله راح يكون هذا متاح. نعم. قبل الختام سؤال أخير، نشر أسماء المكرمين اختياري على المؤسسات أم هو إلزامي ضمن المنظومة؟ يعني بحسب النظام قياس كفاية الأداء إلزامي طلب من الوحدات الحكومية بنشر الأسماء، فهذه عنصر من العناصر اللي تلزم بها الوحدات الحكومية أن تنشر أسماءها. طبعا نحن وفرنا الأدوات إجادة بالنفس تسمح أن تنشر الأسماء، والكثير من الوحدات الحكومية فعلت هذه الخاصية، والبعض كرمهم في لقاءات وصور وغير ذلك، أعتقد شفتوها في منصات التواصل. كل مؤسسة عندها أدوات في التواصل الداخلي وفي منصاتها، ولكن النشر هو الهدف الذي يجب أن يتحقق. صحيح. وزارة العمل كانت سباقة يعني. يعطيك العافية. وليس كما أشيع أن النشر صار يعني صدفة، لا لا بالعكس، نحن طبعا تعزيزا للشفافية وجعل الموظفين أيضا جزء من الحوكمة. النشر كان أمر مطلوب علشان نكون قدوة يعني. بالضبط. ترى قلت لك أول شيء مساكين كانهم مدانين يعني تم تداول الملف مالهم هذا إلى تراهم. أنا يعني شوية خايف عليهم، لأن أنا مثلا طلال تو طالب عليه عزومة. أكيد. أنا أعتقد أن المكافأة هذه نصها بيروح للعزايم يعني. أنا 10 عزومات مطلوب مني. هو أتوقع لو شاوروا أول ناس بيختار عدم النشر هم مكرمين نفسهم يعني. أيوة. يعطيكم العافية الشيخ محمد. إذا كان هناك ثمة إضافة أو كلمة أخيرة أترك الختام معك. يعني مرة ثانية نأكد أن هذه المنظومة جاية تخدم الموظف، وجاية تخدم المؤسسة، وتخدم المسؤول المباشر. أعطت المسؤول المباشر أدوات لمكافأة الموظفين، تخدم المجتمع، لأنها بيكون لها دور. أصلا نحن جالسين نشوف النتائج الحين كيف هذه المنظومة تؤثر إيجابا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، فكل حد مستفيد. ومن المهم كثير أن الموظف اللي هو مجتهد ولكنه غير مهتم بالمنظومة، خلينا نصنف هذه الفئة يعني، المجتهد والشغول لكنه ما استخدم المنظومة أنها تثبت أنه هو اشتغل واجتهد وعمل، أنه يستفيد منها على أساس أنه يعني تخليه من فئة الموظفين المستحقين للمكافآت، وتوضح أن هذا الإنسان موظف مجيد ويستحق أنه يرتقي إلى أعلى المراتب في قادم الوقت. فأنصح وأطلب ويمكن أناشد حتى الموظفين أنه اهتموا بأهدافكم ونتائجكم الرئيسية. المحتوى الفني خلينا نقول موجود في الإنترنت، وإذا ما عندكم فهم كافي لهذه المنظومة رجعوا للموارد البشرية وخلوهم يساعدوكم في هذا الجانب. ما في وحدة حكومية رفعت السماعة وطلبت منا أن ندرب، نبعث بعض المدربين مباشرة يتحركوا الأخوان ويقوموا بورش تدريبية بقدر المستطاع. نعم. هذا لأنه يصر علي أقول ذا السؤال قبل الختام. يقول أثناء يعني أنت قلت أنه في ربع سنة وثلث سنة وفي ستة أشهر، يقول أحيانا تصير في مهام إضافية خارج الخطة اللي هي الأد هوك اللي تصير يعني، وهنا المدير والموظف يدخلوا في حرج يعني، المدير يريد يكلف الموظف فيها بس ما قادر يضيفها من ضمن أهدافه. نعم. والموظف يشعر أنه بيستنزف جهد من وقته بيأثر على أهدافه الثانية. جميل. ما في حل وصلتوا له يجنب يعني المدير هذا الحرج والموظف كذلك هذا التشتت؟ في الكثير من الحلول. لأن النظام الجديد ما تقدر تضيف فيه هدف، تقدر تلغي هدف. في الكثير من الحلول، وسئلنا هذا السؤال يمكن هذا الرقم 100. هذه المرة يمكن رقم 100 اللي نسأل هذا السؤال، ويمكن دائماً نحن على الهواء مباشرة، وأتمنى أن المتابعين عددهم يعني جيد. إذا في أهداف إضافية بالإمكان استخدام خاصية المراسلات في منظومة إجادة، ويتم الاتفاق ما بين الموظف ومسؤوله أن هذا هدف إضافي ويأخذ وزنه من الهدف الفلاني. فمثلاً عندي هدف وزنه 50% ينقص بحسب الاتفاق بينه وبين مسؤولي إلى 25، والهدف الجديد يكتب ك 25%. وكذلك في خيار آخر أنه يسجل هذا العمل كإنجاز يدون ويرصد لصالح الموظف. في بعد خيار ثالث، في خيار ثالث إذا دورة قياس الأداء متبقي منها أكثر من 6 أسابيع، خلينا نقول هذا النصف سنة، النصف الأول كان إلى تاريخ 15/5، كان بالإمكان أن احنا الموظف يطلب فتح النظام، مراجعة
أحد الأهداف أو تعديل أحد الأهداف بحيث أنه يضمن هذا الهدف. وكذلك الموظف بعض الموظفين يمكن يكون في هدف سامحني بستغل هذه الفرصة يعني في هدف مثلا تم إلغائه خلاص المدير قال له هذا الموظف هذا الهدف نأجله إلى الربع القادم أو إلى النصف القادم فبالتالي إيش الإجراء المناسب؟ أن المسؤول المباشر ممكن من النظام الإلكتروني وقت التقييم يلغي هذاك الهدف وأوزان وزنه تتوزع بالتساوي ما بين الأهداف الأخرى. كل هذا الكلام نحن قلناه في أكثر من لقاء أكثر من مرة، وبالإمكان الرجوع للأدلة الاسترشادية الفيديوهات، اسألوا زملائكم على أساس أن توضح عندكم الرأي. هناك نقطة للتوضيح، يعني بالنسبة للحل الثالث الخاص بفتح النظام قبل شهر ونصف يعني من انتهاء الفترة، هذا عادة نحن جاي إليه عند تغير الوظيفة بالكامل يعني والمهام بالكامل، بمعنى احنا نخشى طبعا ان يساء استخدام هذا الموضوع وبالتالي تعدل الأهداف، فهذا عند تغير الوظيفة بالكامل فبالإمكان إجراء هذا. زين، نتمنى انك سمعت الإجابة. يقول جزاكم الله خير، يعني جالس في السيارة ما نزلت يعني، فتنزل ان شاء الله وتتغدى وتريح بإذن الله تعالى. ونتمنى التوفيق للجميع. الشيخ محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظوم إجادة بوزارة العمل، شكرا جزيلا لك شيخ محمد. يعطيكم العافية. الأخ طلال بن عبد الله البلوشي رئيس فريق التدريب وإدارة التغيير بمنظومة إجادة بوزارة العمل، شكرا جزيلا لكم. الشكر لكم. الله يسلمكم. نحن نعرف مشاغلكم كثيرة وما قصرتوا يعني في اكثر من وسيلة اعلام ظهرتوا، واتوقع الآن يعني حتى الأشياء اللي دارت خلال الأيام الماضية صارت واضحة للجميع بعيدا عن الضجيج يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم مستمعين الأحبة على متابعتكم وعلى إثراءكم كذلك لهذه الحلقة من خلال تواصلكم المباشر عبر رابط البث المرئي المباشر ورسائلكم في الواتساب. حاولنا قدر الإمكان أن نطرحها وتكون الإجابة حاضرة عليها لكل من فات متابعة هذا اللقاء مساء هذا اليوم. تجدون هذه الحلقة بكل تفاصيلها على قناتنا في اليوتيوب. لكم منا أجمل التحايا. كان معكم في الإعداد جاسم البداعي وفي الإخراج المرئي أحمد العزيزي. في أمان الله.